الجهاز الانطلاق وفتحت البوابات على بركة الله لتنافس جهاد وافراس عمر ال4 سنوات مساهمة الشركة السعودية للصناعات الاساسية السابق مسافة ال1600 متر ومبلغ 180,000 ريال بمشاركة 14 راس رقاص المتوازن مقاملعز طحوم السبوح واصل نجم وعد الصمة بلجان حد الحسام سنجارة زكاي برقلهدى نور الزلفي هي جهاد وافراس عمر ال4 سنوات فاكثر التي يجمعها التنافس الان والتقدم لنجم وعد في المركز الاول بطول ونصف الطول في المركز الاول المرشح في المركز الثاني نور الزلفي والمحاولات تأتي من برق الهدى الآن في المركز الثالث مع محاولات أيضا بين كل من واصلة وأيضا واصلة ومحاولات من الصمة في التحاذي على المركزين الرابع والخامس تتقدم الصمة الآن للمركز الرابع في مواصلة آخر المركز الخامس والتقدم لنجم واعد في المركز الأول مع عبد الله سليمان العظيم من الداخل بطول وكامل طولين الآن في المركز الأول والمحاولات المرشحة الآن في المركز الثاني وتشتد المنافسة أكثر فأكثر في المراكز الأخرى مع أخذ الجياد المنعطف الأخير لها في هذا الشوط والتقدم لنجم وعد والمحاولات تأتي الآن من قبل المتوازن من الخارج وأيضا أكثر من رأس المتوازن يأخذ المركز الثاني الآن في اللحاق بالمتصدر نجم وعد في المركز الأول الذي يبتعد بالصدارة مع محاولات تأتي من رقاص الآن ونجم وعد للمركز الأول رقاص يأتي إلى للمركز الثاني نجم وعد رقاص نجم وعد رقاص نجم وعد إذا ينهي مشوار هذا الشوط ومسافة لصالح نجم وعد المركز الأول رقاص يأتي للمركز الثاني مشاهدين الكرام انتهى تنافس